لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد أهم العناوين. في الهيئة خلال 3 جلسات أعضاء مجلس النواب تقاضوا 24 مليار دينار عراقي. في شفق نيوز، باري يلقي باللائمة على فتوى للمحكمة الاتحادية بالإخفاق في انتخاب رئيس للعراق. في القدس العربي، برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني. في العربي الجديد، وزير الطاقة القطري: نعمل مع الولايات المتحدة لإرسال 70 مليون طن غاز إلى أوروبا. في يقين نت، البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية. في الجارديان، تكتيك روسيا في سوريا يجري استخدامه بأوكرانيا. وفي مجلة فورين بوليسي، عباس دمر الديمقراطية لضمان قدوم خليفة الله يدعم إسرائيل. السلام عليكم. يقول الكاتب نظير الكندوري في مقال نشره موقع رسام: من يكون جعفر الصدر؟ وما هي مؤهلاته التي جعلت مقتدى الصدر يقع اختياره عليه؟ وكيف ستكون طبيعة فترة حكمه؟ وأخيرا، ما هي أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق، والذي كان أيضا من اختيار مقتدى الصدر بالتوافق مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح؟ إن ترشيح مقتدى الصدر لابن عمه جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء القادم يأتي لاعتبارات عديدة، ربما أهمها أن شخصيته طيعة يمكن لمقتدى التلاعب به كيفما يشاء، بالإضافة إلى أنه محسوب على العائلة الصدرية بكل الأحوال كونه ابن عمه، ومقرب من الدول الغربية الفاعلة كونه شغل منصب سفير العراق في لندن لفترة لا بأس بها. والأهم من ذلك كله صعوبة رفض ترشيحه من قبل أحزاب الإطار التنسيقي، لا سيما أن جعفر الصدر هو نجل مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر. جعفر الصدر ومن خلال سيرته الذاتية المنشورة يتبين أنه ليس بالشخصية الفذة لقيادة العراق، ولا يمتلك المؤهلات الكافية ولا الخبرة الكافية التي تجعله مؤهلاً لقيادة العراق في هذه المرحلة الصعبة. فقد ذكر أنه حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من الجامعة اللبنانية عام 2011 وعام 2018 بعلم الاجتماع، وحصل قبلها على شهادة في الدراسات الدينية في النجف وقم بين عامي 1995 و2007، بمعنى أنه قبل الاحتلال الأمريكي لم يكن لديه شهادة جامعية قط. والمستغرب أن الشهادتين قد حصل عليها من جامعات لبنان سيئة الصيت في العراق. وفيما عدا شغله لمنصب السفير العراقي في لندن، فإنه لم يمارس عملا سياسيا حقيقيا يجعل لديه تراكما في الخبرة السياسية، لا سيما أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي وغير فاعل في التيار الصدري بقيادة ابن عمه مقتدى الصدر. وحتى السنوات التي قضاها نائبا في البرلمان لم نسمع له بأي نشاط سياسي حقيقي يجعل منه شخصية يشار لها بالبنان. وبالتالي فإن المتوقع أن الفشل سيكون حليف جعفر الصدر، وسيقاد بشكل كامل من قبل ابن عمه مقتدى الصدر وتياره الصدري، ولا يميزه عن غيره من رؤساء الوزراء الفاشلين من قبله. الشعب العراقي اختلف كثيرا عما سبق، وأصبح لديه وعي أكبر وخبرات متراكمة كثيرة في التعامل مع أحزاب السلطة ومع الشخصيات الهزيلة مثل جعفر الصدر، وربما ستكون حكومة جعفر الصدر هي الحكومة الأخيرة لهذا النظام السياسي الفاشل. يقول الكاتب هشام لهبيشان في مقال نشره موقع كتابات:
ما زال العراق الجريح منذ 19 عاما من غزو التحالف الأمريكي الصهيوني وبشراكة من بعض العرب، غارقا بالفوضى والفساد والصراع الداخلي المدعوم بأجندة خارجية. ولم نرى للآن تلك الوعود الأمريكية تتحقق التي وعدت العراقيين بالديمقراطية والرفاهية والاستقرار والأمن إلى آخره. واليوم بعد 19 عاما نرى ببساطة تلك الوعود الأمريكية تتحقق، وذلك من خلال حالة رهيبة من الفساد والظلم والقهر والفقر والجوع والتشريد تجتاح العراق. اليوم لا يمكن الحديث أبدا عن حلول تجميلية لنتائج وتداعيات الغزو، ولا يمكن كذلك إلقاء اللوم على أمريكا وبعض حلفائها الذين شاركوا بمؤامرة إسقاط العراق. فواشنطن تعترف دائما بشكل مباشر أو غير مباشر أن استراتيجيتها للحرب على العراق هدفها تقسيم العراق، وإن أخفت وأنكرت ونفت هذا الحديث. والسؤال، أين كان العراقيون من هذا المشروع الذي يستهدف وطنهم؟ وهنا طبعا لأمريكا مصلحة خاصة بتقسيم العراق وتفتيته خدمة لمشاريعها التفتيتية التي تخدم بالضرورة المشروع الصهيو أمريكي بالمنطقة العربية. واليوم بالعودة إلى الشق الإنساني بالداخل العراقي، وهو الأهم ومحور حديثنا هنا، فما زال مسار الصراع على الأرض العراقية منذ 19 عاما يلقي بظلاله المأساوية والمؤلمة بكل تجلياتها على المواطن العراقي المتأثر في شكل مباشر من نتائج الغزو ومساراته الملتوية. فما زالت نار الحرب تضرب بقوة بمجموعها كل مقومات العيش بحده الأدنى للمواطن العراقي، وبخاصة بمناطق غرب وشمال غرب وجنوب العراق. والناظر لحال الكثير من العراقيين اليوم داخل وخارج العراق يعرف حجم المأساة التي يعيشها المواطن العراقي. فاليوم في العراق هناك مناطق بأكملها لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولا حتى طحين. إن مؤامرة الحرب على العراق قد حققت الكثير من أهدافها للأسف. ويقول الكاتب أيضا: هنا أود أن أطرح سؤالا تاركا الإجابة عند العراقيين. مضمون السؤال هنا موجه لكل مواطن عراقي على امتداد الجغرافيا العراقية وخارج هذه الجغرافيا، وهو: العراق إلى أين يتجه بعد 19 عاما من الغزو؟ وأين هي وعود الحرية والديمقراطية والرفاهية والأمن والاستقرار التي وعدتكم بها أمريكا؟ نشرت مجلة فورين بوليسي تقريراً أكدت فيه أن علاقة التنسيق الأمني التي تحافظ عليها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي سهلت مراراً أسرى وقتل مقاتلين فلسطينيين مطلوبين لإسرائيل. تأتي عمليات القتل في وقت تتعرض فيه السلطة الفلسطينية لانتقادات شديدة من الفلسطينيين لحفاظها على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقد سهلت هذه العلاقة مراراً أسرى وقتل مقاتلين فلسطينيين مطلوبين للاحتلال. منذ منتصف العقد الأول من القرن 21 عملت السلطة الفلسطينية بشكل وثيق مع المخابرات والجيش الإسرائيليين لقمع حرية حماس والأعداء المشتركين الآخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية كجزء من التنسيق الأمني الذي وصفه عباس ذات مرة بأنه مقدس. غالباً ما تعطي القوات الإسرائيلية نظراءها الفلسطينيين تنبيها قبل الغارة، وتأتي عمليات القتل أيضا في وقت يشاهد فيه الفلسطينيون عباس وهو يعزز سلطته في المؤسسات السياسية الفلسطينية الكبرى. وخلال الشهر الماضي شغل عباس جميع المناصب العليا في منظمة التحرير الفلسطينية التي يترأسها أيضا مع مستشاريه الأكثر ثقة. أثارت هذه الخطوة دهشة الكثيرين وعززت المخاوف من أن الزعيم الثمانيني يمهد الطريق لوريث موثوق به لتولي زمام الأمور بعد وفاته. لا يعتقد الكثير من الفلسطينيين أنه سيتم تنفيذ توصيات المجلس المركزي أو أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل.
وتهدف المناورات السياسية الوقحة لعباس ومركزية السلطة إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية الفلسطينية الناشئة لتعزيز مكتب الرئيس كقاعدة عمليات استبدادية شاملة، ما يجعل من الصعب على المجتمع المدني الفلسطيني صياغة نموذج سياسي تمثيلي في المستقبل. نشر صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا لصحفيين إيما غراهام هاريسون وجودي قرنا فيه بين ما فعلته روسيا في المدن السورية وما تفعله اليوم في أوكرانيا مثل قصف المساكن والمستشفيات. وقد قصفت القوات الروسية مستشفى الولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة، ولم تكن المرة الأولى التي تسقط فيها القنابل الروسية على النساء أثناء ولادتهن. الضربات الروسية باتت تحول المدن الأوكرانية إلى خراب، فقد تم إجراء مقارنات مع الحرب العالمية الثانية، ولكن كانت هناك سابقة أكثر حداثة، ففي أوكرانيا استنسخت التكتيكات وحتى بعض الجنود الروس مباشرة من الحرب الأهلية في سوريا التي انضمت إليها موسكو في عام 2015 لدعم بشار الأسد، ونفذت حملة وحشية ساعدت الأسد على استعادة ما يقرب من كل البلاد من أيدي الثوار. دمرت خلالها مدن بأكملها وقتل ما يصل إلى 24,743 مدنيا في الضربات الروسية وفقا لمرصد الأضرار المدنية إيرورز، فمن الغوطة في ريف دمشق إلى مركز حلب الثقافي والاقتصادي. أصابت القذائف الروسية المستشفيات والمدارس والأسواق وطوابير من ينتظرون الخبز، وساعدت طائرات روسيا في فرض الحصار السوري على الأرض. وعندما وعدت موسكو والجيش السوري بإيجاد طرق آمنة للخروج، قاموا في بعض الأحيان بقصف وإطلاق النار على المدنيين الذين يحاولون الفرار. وتوقع بعض المراقبين أن بوتين لا يستورد تكتيك سوريا إلى أوكرانيا لأن العلاقات الأسرية والصداقة الوثيقة تمتد عبر الحدود، في حين أن السوريين كانوا ضحايا بعيدين ومجهولين لمعظم المواطنين الروس، فإن سكان ماريوبول يشملون الأقارب وزملاء الدراسة وزملاء السابقين، لكن خلال الشهر الماضي كانت الأهداف هي المستشفيات والمدارس والأسواق وطوابير الخبز والمسارح. نشر موقع مجلة ناشونال انترست الأمريكية مقالا لمحققها للشؤون الأمنية مارك اسبي كسوب، أكد فيه أنه لا يتوقع نهاية قريبة لحرب روسيا على أوكرانيا، ويتوقع أن يتحول الصراع بسرعة إلى حرب استنزاف مدمرة للغاية مع عواقب وخيمة على القارة الأوروبية والنظام الدولي بعد الحرب الباردة. استمرار شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع بتكلفة عالية على الأوكرانيين من دون تغيير النتيجة التي ستكون لصالح روسيا في نهاية الأمر، ولا يوجد شيء يمكن للغرب فعله لتغيير هذه النتيجة باستثناء التدخل العسكري المباشر على الأرض في أوكرانيا، وهو مسار عمل تم استبعاده بالفعل من قبل قيادة الناتو وجميع الأعضاء الرئيسيين في الحلف. القوات المسلحة الأوكرانية صمدت لفترة أطول بكثير مما توقعه المراقبون الروس والغربيون، لكن الواقع الاستراتيجي الأساسي لم يتغير، فموسكو مقتنعة بأن مصالحها الوجودية معرضة للخطر، ولديها الموارد والإرادة السياسية لإكمال هذه الحرب حتى نهايتها المريرة. العديد من وسائل الإعلام استغلت إعلان مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لتحديث حالة المجهود الحربي للجيش الروسي بعد شهر واحد من دخوله أوكرانيا، لتقول إنه علامة محتملة على تقلص حملته وتراجعه لاقتصارها على السيطرة على منطقة دونباس الشرقية فقط. لا يوجد دليل على أن موسكو تخلت عن الأهداف المتطرفة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 من فبراير شباط الماضي، بل اعتبر أن العكس صحيح وأن الإعلان لا يشير إلى أن الجيش الروسي يحد من أهدافه، ولكنه يشير إلى أنه يتراجع تحسباً لصراع طويل الأمد.
ويرى الكاتب أنه بعد مرور شهر على الحرب كان أداء الجيش الروسي ضعيفا في ميدان المعركة، لكنه قال إن الاستنتاج من هذا أن أوكرانيا تربح أو أن روسيا قد خسرت بالفعل سابق لأوانه، إذ إن خرائط الصراع توضح أن خط السيطرة في أوكرانيا قد تحول بشكل مضطرد لصالح روسيا. نشر موقع المجلس الروسي لشؤون الدولية تقريرا سلط الضوء على مدى إمكانية دفع الأزمة الأوكرانية دول الشرق الأوسط إلى التحول نحو مرحلة نظام الدفاع الجماعي. وقال الموقع في تقريره إن قوة التدخل السريع العربية المتحدة التي تأسست عام 2014 بمبادرة من مصر بغية مواجهة التهديدات الأمنية في فضاء جامعة الدول العربية بشكل مشترك تعتبر أول محاولة جادة لإنشاء الناتو العربي في الشرق الأوسط. واشنطن لم تكتفي بدعم هذه المبادرة فحسب، بل دعت إلى تحويل قوة التدخل السريع إلى منظمة عسكرية سياسية مستقلة تتولى مهمة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي دون تدخل مباشر من القوات المسلحة الأمريكية. وفي المقابل أطلق الخبراء على هذه المنظمة التي لم ترى النور اسم الناتو العربي. ويبين الموقع أنه في ظل عدم إضفاء طابع مؤسسي عليها استمرت قوات التدخل السريع العربي المتحدة في التواجد على هذا الشكل لمدة 3 سنوات، فيما امتنعت الإمارات العربية المتحدة عن الانضمام إلى المبادرة مفضلة بناء سياسة أمنية خاصة بها. وفي عهد دونالد ترامب أعادت الأطراف النظر في شكل القوات المشتركة، وتوقف تطوير قوات التدخل السريع العربية المتحدة بعد أن تحولت الكتلة إلى منصة للنزاعات بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعليه تقرر في عام 2017 إنشاء منصة دفاعية أطلق عليها اسم تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي ميسا، على عكس قوات التدخل السريع العربية المتحدة جنبا إلى جنب مع القوات العسكرية. ينطوي تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي على أدوات اقتصادية لردع المعارضين المحتملين، الأمر الذي دفع دول الخليج العربي إلى الرهان على تنفيذه باعتباره الأكثر تطورا من الناحية العسكرية والاقتصادية بحسب الموقع. ويلفت الموقع إلى أن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي خطط في البداية إلى السير على خطى الناتو وتغطية الشرق الأوسط بأكمله بما في ذلك تركيا وإسرائيل، ولذلك تجنب تحديد حدود الكتلة حتى في ظل حوادث أو حدوث مواجهة إقليمية. وأورد الموقع أن فكرة تشكيل الناتو العربي في الشرق الأوسط تبقى موضع شك في ظل سعي اللاعبين الخارجيين بما في ذلك واشنطن إلى بناء نظام أمني في المنطقة، معتمدين في ذلك على المنطق الأوروبي الأطلسي دون مراعاة الخصائص الثقافية والتاريخية للمنطقة. شارك آلاف الفلسطينيين من عرب 48 بفعاليات لتنظيف وتجهيز المسجد الأقصى وساحاته لاستقبال شهر رمضان المبارك بداية نيسان أبريل المقبل. ونظمت الحركة الإسلامية في الداخل وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات غير الحكومية فعاليات تنظيف وتجهيز المسجد تحت عنوان معسكر القدس أولاً. وقال بيان صادر عن الجهة المنظمة إن أكثر من 10,000 من الرجال والنساء والأطفال من أهلنا من مختلف بلدات الداخل الفلسطيني من النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية شاركوا في هذا المعسكر. وأوضح أن الفعالية تهدف إلى تهيئة وتجهيز المسجد الأقصى المبارك لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك ولدعم وتمكين القدس وأهلها وأحيائها العربية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.